وينضم معي من البرلمان مراسل التغيير محمد فراس. أهلا بك محمد، وآخر المستجدات حول انعقاد الجلسة المقررة اليوم من عدمها، هل انعقدت هذه الجلسة محمد إلى غاية هذه الساعة؟ نعم، كما اعتاد مجلس النواب حينما تكون هنالك قوانين خلافية يتأخر في عقد الجلسة ويكون هنالك تجاوز للمدة المنصوص عليها ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب، أجلت هيئة الرئاسة الجلسة لنصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لكن نحن الآن تجاوزنا الساعة الثالثة ظهرا ولم تعقد، وحتى أنها تجاوزت النصف ساعة التي منحت لملمة النواب ودعوتهم لدخول قاعة الجلسة. لربما المسبب الأبرز لهذا التأخير والخلاف السياسي هو وجود ثلاث قوانين حساسة في جلسة واحدة ضمن جدول أعمال واحد، وهو ما اعترض عليه العديد من أعضاء مجلس النواب الذين أكدوا على ضرورة أن تكون هذه القوانين منفصلة ومنعزلة. قانون إعادة العقارات لأصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل عليه ملاحظات كثيرة ومطالبات بأن يكون له جلسة مخصصة جدول أعمال واحد يكون فيه قانون منفصل لمناقشته، وأيضا قانون الأحوال الشخصية الذي ينتظر أن تصل مسودة المدون الشرعي، وأيضا قانون العفو العام ذو الأهمية البالغة لجميع الطوائف ولجميع المظلومين داخل السجون العراقية، حتى أن حديث النواب يؤكد على ضرورة تمرير هذا القانون. أتحدث عن نواب بمختلف الطوائف والأطياف والمكونات يتحدثون عن ضرورة هذا القانون وضرورة أن ينسجم مع تطلعات المظلومين داخل السجون وذوي الذين ظلموا بسبب وشاية المخبر السري وغيرهم. القانون الذي يشمل يشمل في جزئياته الكثير من المظلومين بمختلف أطيافهم. هذه الجلسة وجدول أعمال جلسة هذا اليوم هو طبقا او قريبا لجلسة او لجدول أعمال الجلسة السابقة التي أجلت قوانينها، وأيضا قانون إعادة الأراضي الذي لأصحاب المشمول بمجلس قرار قيادة الثورة المنحل تسبب بتأجيل الجلسات أو جلستين، وتسبب أيضا تأخير لعقد جلسة وأجل بسبب الخلاف إلى جلسة اليوم. إذن هنالك لربما خلافات مستمرة على قوانين حساسة وجدلية. أنا أتحدث عن خلافات داخل أو ضمنية، لا أتحدث عن خلاف على القانون بعينه، هنالك خلافات على أجزاء القانون، هنالك خلافات على محاور داخل القانون، لكن القانون بالمجمل هنالك اتفاق على هذه القوانين كون لها أهمية للمواطن العراقي واتصال مباشر بالمواطن العراقي. الجميع ينتظر أن تتفق الكتل السياسية على صيغة واحدة وأن تمرر القوانين دون ضغوط، وهذا ما أشار إليه العديد من النواب، أن النواب أو الكتل السياسية الآن لربما يتعرضون إلى ضغوط تمرير القانون مقابل قانون آخر، وهو مرفوض من قبل الكثير من أعضاء مجلس النواب ومرفوض أيضا من قبل المراقبين والشارع العراقي. هنالك أهمية لأن تكون القوانين مدروسة جيدا وأن تكون هنالك توجها وتركيزا لما يهم المصلحة العامة. نعم، طيب محمد، في حال انعقاد الجلسة هل ستحسم القوانين المؤجلة والجدلية كما تحدثت لي في البداية؟ لأن هذه القوانين حساسة أيضا تعتبر وعليها خلافات كما ذكرت لنا، ففي حال انعقدت هذه الجلسة في الساعة المقبلة هل ستحسم هذه القوانين؟ هذه القوانين ستحسم في حالة واحدة، هي أن لا تكون هنالك ضغوط باتجاه أن يمرر قانون مقابل قانون آخر بما يتوافق مع رغبات الكتل السياسية. هذا حديث نواب، لا أتحدث شيء باجتهاد شخصي. النواب يتحدثون عن ضرورة أن يكون هنالك تغليب للمصلحة الوطنية، المصلحة العامة، وأن لا يكون هنالك ضغوط على الكتل السياسية. هنالك أحاديث منذ يومين أو ثلاثة أيام تدور بين أعضاء مجلس النواب أن القوانين دفعت بسلة واحدة وأنهم يسعون لأن تكون هنالك قانون مقابل قانون آخر، وهو مرفوض. بالتالي تغليب المصلحة العامة وتغليب الـ 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 يعني الـ الإرادة الوطنية يجب أن تكون هي في المقدمة وليست إرادة الكتل السياسية. فتمرير هذه القوانين مرهون بمدى توصل الكتل السياسية إلى الاتفاق ومدى إمكانيتها في
لملمة الأوراق وتسبيق المصلحة العامة على المصلحة الشخصية الكتلوية. نعم، طيب فراس، هل محمد فراس، هل حسمت أزمة انتخاب الرئيس وموعد الجلسة المخصصة للتصويت على رئيس جديد للبرلمان؟ إن تحدثنا قانونيا فإلى الآن لم يصدر جدول أعمال لجلسة يوم الخميس، لكن إن تحدثنا بما يدور بين النواب وما يصدر من هيئة الرئاسة، فجميع المؤشرات تشير إلى أن هنالك جلسة يوم الخميس لحسم منصب الرئيس. نواب كثيرون يتحدثون عن هذه الجلسة، وأيضا هيئة الرئاسة تحدثت. ما هو منتظر هو تأكيد هيئة الرئاسة من خلال إدراج ونشر جدول أعمال مخصصة في مادة كما تحدثت هيئة الرئاسة، مادة واحدة هي انتخاب رئيس المجلس. إن تحدثنا بالنسب فهنالك نسبة كبيرة نعم لعقد جلسة يوم الخميس لحسم هذا المنصب، وهي بعد دعوات كثيرة لضرورة أن تكون هنالك جلسة سريعة قريبة لحسم منصب رئيس مجلس النواب لما فيه من أهمية كبيرة وبالغة. نتحدث عن لربما إن كان هنالك رئيسا فعليا لتوحدت صفوف المجلس بشكل أكبر ولما وصل إلى مرحلة الخلافات التي هو عليه الآن. نعم، كل الشكر لك مراسل التغيير من البرلمان محمد فراس.